مساء الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج حدث اليوم الذي نسلط فيه الضوء على أبرز الأحداث لهذا اليوم. فلسطين العنوان الأول والثاني، نبدأ من غزة وفي التفاصيل. مواجهات الضفة والداخل تطغى أيضا على مأساة غزة وتضع إسرائيل أمام مأزق جديد. غزة إذن عنوان ثاني وفي التفاصيل. زخم دولي وراء هدنة لم ترى النور بعد. إسرائيل ستواصل عملياتها لأيام قليلة، ونتنياهو يتوعد برد خاص. من السعودية ننتقل إلى العنوان الثالث وفي التفاصيل. استنكارا للتصريحات المشينة بحق السعودية والخليج، الرياض وأبوظبي تستدعيان سفيري لبنان على خلفية مقابلة وزير الخارجية. العنوان الرابع ليبي وفي التفاصيل. رغم حملة الإخوان، وزيرة خارجية ليبيا تتمسك بخروج المرتزقة. اشتدت المواجهات في الضفة الغربية التي شهدت تظاهرات في عدة مدن، ووقعت عملية تبادل لإطلاق النار في منطقة بيت إيل القريبة من مدينة البيرة، ما أدى إلى وقوع إصابات. الصحة الفلسطينية أوردت أعداد الإصابات بالرصاص الحي في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين في رام الله وبيت لحم والخليل. إلى ذلك عمّ الإضراب الشامل مدن الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية والوسط العربي داخل إسرائيل، وأغلقت كافة المحال التجارية والقطاعات الخاصة باستثناء المراكز الطبية، فيما تعطل الدوام في القطاع التعليمي بمختلف مستوياته. وشملت دعوات الإضراب دعوات للمواجهة مع الجيش الإسرائيلي عند نقاط التماس. مزيد من التفاصيل الميدانية مع مراسل الحدث من رام الله عبد الحفيظ جعوان، ومراسل الحدث من المنطقة الحدودية لقطاع غزة زياد حلبي. مساء الخير لكما، أهلا بكما طبعا بحدث اليوم. زياد، رح أبدأ معك من التطورات الآتية من غزة وعلى حدود غزة قبل الانتقال إلى الضفة مع عبد الحفيظ. أهلا لارا، بدون أدنى شك بأن هذه الليلة تبدو على موعد مع تصعيد كبير إن كان في الغارات الإسرائيلية أو في دفعات الصواريخ التي تطلقها الفصائل الفلسطينية من قطاع غزة تجاه المناطق المقاربة من الحدود وأيضا المدن الجنوبية في إسرائيل. أطلقت عشرات الصواريخ في الساعات الأخيرة، قبل قليل كان هناك عملية اعتراض من خلفنا إضافية لأحد الصواريخ، فيما قتل إسرائيليان وأصيب 10 اليوم، وأيضا أصيب جندي بإطلاق قذيفة هاون على معبر بيت حانون. بهذا المعنى المصادر الإسرائيلية تتحدث عن يومين من المواجهات أو الضربات القوية وصولا إلى يوم الخميس. بحسب المعلومات لدينا لارا بأن الجانب المصري طرح على الجانبين عرضاً
وهو وقف إطلاق نار متبادل ومتزامن وغير مشروط، بمعنى لا توجد فيه أي تفاصيل ولا أي مبادرات، فقط القبول بذلك ابتداء من اليوم الخميس الساعة 6 صباحا. هذا ما نعرفه منذ ساعات الصباح، لكن عمليا المؤشر إن كان ذلك سيكون إن كان ذلك سيتم حقا هو إن وصل الوفد المصري غدا إلى تل أبيب، هذا سيكون مؤشر قوي لأن هذا العرض المصري مدعوم أمريكيا بقوة. يعني ما زلنا بانتظار الوفد المصري حتى نعرف الرد الإسرائيلي الفعلي، يعني لا رد الليلة، بس يعني ما تقوله زياد أنه حتى ذاك الحين سيكون هناك تصعيد كبير من الجانب الإسرائيلي، يعني على هذا الأساس لأنه قتل إسرائيليان ولا لأنه الهدنة اقتربت أو ماذا، يعني ما هي الدوافع لتوقع تصعيد كبير؟ بحسب على الأقل ما يرد في الإعلام الإسرائيلي وما يقوله كبار المحللين العسكريين في إسرائيل، الجيش الإسرائيلي الآن يبحث عن إنجاز اللحظة الأخيرة لمعادلة إنجاز التعبير هكذا، ما يمكن أن يكون إنجازات الطرف الآخر، استهداف تل أبيب وإغلاق مطار بن غوريون وما إلى ذلك من هذه القائمة، وبالتالي هناك الآن جهد إسرائيلي لتنفيذ اغتيالات نوعية في صفوف حماس. يدعو تحرنوت كتبت اليوم هذا الأمر بشكل واضح بأن إسرائيل تسعى إلى اغتيال محمد ضيف والسنوار ومروان عيسى، وهؤلاء الثلاثة هم عمليا رموز ثقيلة جدا في حركة حماس، وبالإضافة إلى ذلك استمرار ضرب البنى تحت الأرضية كما تسمى أو الأنفاق الدفاعية في قطاع غزة. إسرائيل تدعي بأن هناك مئات الكيلومترات تحت غزة هي عبارة عن أنفاق دفاعية كهذه تجهزها حماس لأي عملية برية مستقبلية إسرائيلية. الأمور تأخذ منحى تصعيد في خلال 24 ساعة مقبلة وصولا ربما إلى وقف لإطلاق النار. أذهب إلى عبد الحفيظ، يعني هو يوم كذلك عنيف عبد الحفيظ برام الله وبكل يعني أرجاء الضفة، نتابع معك تفاصيله. نعم، المواجهات العنيفة التي اندلعت هنا على الحاجز الشمالي، حاجز بيت إيل شمال مدينة رام الله والبيرة، شارفت على الانتهاء هذه المواجهات. في هذه المواجهات قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية شابا فلسطينيا وأصابت نحو 60 آخرين بجراح، منهم إصابات خطرة للغاية، الآن متواجدين في مجمع رام الله. وصلتنا أيضا حصيلة مدينة نابلس، هناك 25 إصابة بالرصاص الحي في المواجهات المندلعة هناك، إصابة واحدة خطيرة لشاب أصيب في صدره. أيضا في الخليل هناك بعض الإصابات بالرصاص الحي، عمليا هناك إصابات في مختلف المدن الفلسطينية، ولكن أعنف هذه المواجهات كانت هنا في مدينة رام الله، عندما تخلل المواجهات الشعبية السلمية اشتباك مسلح، حيث قام مسلحون فلسطينيون بفتح النار على مجموعة من الجنود التي كانت تطلق الرصاص صوب الشبان الفلسطينيين، ورد الجنود بإطلاق النار نحو المسلحين الفلسطينيين. حدثت حالة إرباك كبيرة وبدأ الجنود بعدها بإطلاق النار حتى على المتظاهرين الفلسطينيين، ما أدى لوقوع هذا العدد الكبير من الإصابات. عمليا التظاهرات ما زالت متواصلة في بعض المدن الفلسطينية وإن خفت حدتها مما كانت عليه يعني عصر هذا اليوم، وتأتي هذه المظاهرات عشية الإعلان عن إضراب شامل وعام في مختلف المناطق الفلسطينية والمدن العربية داخل إسرائيل ومدينة القدس. الإضراب مستمر يعني عبد الحفيظ، مفتوح؟ لا، هو كان إضرابا ليوم واحد، هذا اليوم كان بالتنسيق بين يعني الفلسطينيين في الداخل وأيضا الضفة الغربية والقدس، وكان رمزيا وكان يهدف لحشد أكبر عدد ممكن من الناس اللي يخرجوا في هذه التظاهرات، سواء التظاهرات التي كانت وسط المدن الفلسطينية أو في هذه المواجهات التي حدثت مع الاحتلال، وهي يعني غير مسبوقة، منذ سنوات لم نرى هذه الأعداد الكبيرة من الناس تشارك في المواجهات مع الاحتلال.
الاحتلال أو لم نرى هذه الرقعة الكبيرة الممتدة على مختلف المناطق الفلسطينية التي حدثت فيها مواجهات مع قوات الاحتلال. عودة إلى زياد بالموضوع الإنساني. زياد، يعني هل من إمكانية لفتح المعابر لدخول أي مساعدات إنسانية؟ هل من مؤشرات لقبول إسرائيل بذلك حتى الساعة على الحدود القطاع؟ لا، لن يحدث ذلك هذه الليلة ولا ربما في الأيام القليلة المقبلة. اليوم صباحا كان هناك أطول فترة وقف إطلاق نار منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة عمليا، 5 إلى 6 ساعات تقريبا لم تطلق فيها صواريخ من قطاع غزة، وكان هدوءا نسبيا. أدخلت شاحنات ومؤن وبضائع وأدوية وما إلى ذلك، ومن ثم بعد انتهاء ذلك عمليا انفجر الوضع كأنه انفجر لأول مرة، إطلاق عشرات الصواريخ وشن عشرات الغارات. عمليا التركيز الإسرائيلي حاليا على حي الرمال في محاولة لتدمير أكثر كم من المنازل التي تتبع لكوادر من حماس وبنى تحتية تدعي إسرائيل بأنها تتبع لحماس، تماما لا كما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت. هذا ما يقال أيضا حتى من قبل المحللين العسكريين في إسرائيل، بأن إسرائيل تريد أن تزرع في هذه المنطقة دمارا كبيرا وأن عمليا تدمر معظم البيوت التي تعرف بأنها تتبع لكوادر عسكريين، لقياديين في حركة حماس وما إلى ذلك، وهي بطبيعة الحال مناطق مدنية مكتظة. على كل أذهب إلى عبد الحفيظ أيضا. عبد الحفيظ، يعني ذكرت نقطة مهمة، موضوع الاشتباكات المسلحة التي حصلت، هل من تفاصيل أوفى حول تحدث عن أنه كان في أيضا مسلحين من الجانب الفلسطيني، هل من تفاصيل حول هؤلاء أو هذه التطورات؟ الحقيقة هذا تطور خطير، وهذا ما كانت حذرت منه حتى القيادة الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، كانت وأبلغت الجانب الإسرائيلي عبر الوسيط الأمريكي في لقاء تم يوم أمس في رام الله، طلبوا منهم أن يضغطوا على الجانب الإسرائيلي لكبح جماح المستوطنين ولمنع الجنود من إطلاق الرصاص الحي، لأن ذلك من شأنه أن يأتي برد فعل من قبل مسلحين فلسطينيين، وهو ما حصل هذا اليوم بالفعل. عمليا كان هناك إعلان صريح من بعض الجماعات المسلحة في الضفة الغربية، شهدنا بيانات لتظاهرات لمسلحين يوم أمس يتبعون لكتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في رام الله أو في جنين، وهددوا علانية بأنهم سوف يذهبون إلى مواجهة مسلحة مع الاحتلال الإسرائيلي في حال استمر هذا القمع واستخدام المفرط القوة واستخدام الرصاص الحي في قمع المتظاهرين الفلسطينيين. وهذا ما حدث بالفعل هذا اليوم عندما فتح المسلحون النار على جنود الاحتلال وفروا من المكان، وكان هذا تطور خطير. يعني نعم، ممكن أن يذهب بالأمور إلى مواجهة لم نشهدها منذ انتفاضة الأقصى عام 2000. شكرا لك عبد الحفيظ جعوان على كل هذه الإيضاحات، مراسل حدث من رام الله، والشكر موصول لمراسل الحدث من المنطقة الحدودية لقطاع غزة زياد حلبي، شكرا لكما. الوضع داخل غزة مرعب ويشبه الكابوس، هكذا وصفته اليونيسف، مطالبة بوقف نار طويل الأمد في غزة وحل مستدام. منظمة أنقذ الأطفال بدورها قالت إن الوضع الإنساني الحالي في غزة أصعب من أي وقت. وزير خارجية ألمانيا شدد على ضرورة تقديم دعم إنساني أفضل لغزة. أما فرنسا فطالبت إسرائيل بضمان وصول المساعدات إلى القطاع دون تأخير. وأمام هذه المطالبات أعادت إسرائيل غلق معبر كرم أبو سالم مع قطاع غزة بعد إطلاق قذائف. أود أن أؤكد هنا أننا لم نتمكن في الواقع من العبور إلى قطاع غزة بعد ظهر هذا اليوم كما كنا نأمل. كنا قد نسقنا لعبور معبر ما يسمى بكرم أبو سالم. في الواقع عدة عراقيل وقفت في طريق القافلة منذ هذا الصباح من الطرفين، وللأسف ما يعني هذا أننا لم نتمكن من توصيل المساعدات المنقذة للحياة. من بينها كنا قد وضعنا في الشاحنات اللقاحات ضد كوفيد-19.
أكد مسؤول الاتصال في منظمة إنقاذ الطفل مازن نعيم أن واقع الأطفال في غزة واقع مزر بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع. للأسف الشديد واقع الأطفال في غزة يعني واقع مؤسف جدا ومزري جدا بسبب الظروف الصعبة اللي يمر فيها قطاع غزة من هجمات وقصف مستمر وعمليات تهجير واستهداف للأحياء المدنية. كما نعرف في هذه الهجمات أدت إلى مقتل 213 فلسطيني من ضمنهم 61 طفل و36 امرأة. يعني الأطفال من بين القتلى ومن بين المصابين والأطفال الذين يعني يكتب لهم الحياة ويستمرون على قيد الحياة يعانون من الخوف والصدمة والرعب واضطرابات نفسية أخرى مثل فقدان النوم والكوابيس ومما يؤثر على شخصيتهم حتى في المستقبل. معنا الآن من القدس عبر زوم سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئي فلسطين الأنروا. مساء الخير أستاذ سامي، أهلا بك معنا بحدث اليوم وعلى شاشة الحدث، أهلا فيك. يعني إذا ما أردنا أن نبدأ بالوضع الإنساني ككل بقطاع غزة بحسب معلوماتكم وبحسب يعني المعطيات التي لديكم، كيف يمكن وصف ذلك؟ يعني كثر الوصف وقل العمل. نستطيع أن نصف الحالة الإنسانية المفجعة في غزة من الآن وحتى غدا، ولكن الفعل قليل. الوكالة استطاعت بشق الأنفس فتح 58 مدرسة وحولتها إلى مآوٍ مؤقتة فيها الآن أكثر من 50 ألف إنسان فلسطيني من غزة، إما دمرت منازلهم بالكامل أو أنهم اضطروا أن يتركوا المناطق الحدودية بالتحديد لأنها كانت الأكثر عرضة للقصف الجوي والمدفعي. بشق الأنفس استطعنا توفير هذا النمط من الحماية الأولي. لا يوجد هناك ملاجئ في غزة، وبالتالي دائما في الحروب السابقة مدارس الوكالة تحول إلى مآوٍ. المرة هذه القصف العنيف على مدى 7 أيام 8 أيام تجاوز القصف خلال كل الحرب الضروس التي شنت على غزة في العام 2014، فلك أن تتصوري مدى كثافة القصف ومدى الدمار الكبير في البنية التحتية وفي الإنسان والأرض والإنسان. بشق الأنفس نستطيع إيصال المواد الأساسية في هذه المدارس لهؤلاء الأشخاص. يعني حضرتك تتحدث عن يعني إيصال كل ذلك بشق الأنفس كما تصفه، ما هي الصعوبات التي تواجهكم بالتحديد؟ القصف العشوائي والمجنون والأهوج. لدينا 13 ألف موظف يعملون لدينا، نعم جلهم في القطاع التربوي، ولكن أيضا مئات لا بل ألوف منهم يعملون في نظام الاستجابة للطوارئ والطواقم الصحية. هناك صعوبة وخطورة مهولة للتحرك لديهم، بالإضافة إلى أن الموارد الموجودة لدى الوكالة بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعيش الوكالة وبسبب إغلاق عمره 14 سنة. يعني هذا الإغلاق المحكم على غزة برا وبحرا وجوا منذ 14 سنة أكل الأخضر واليابس، وبالتالي الوكالة بالكاد تستطيع تقديم الحد الأدنى من الخدمات. نحن لدينا 1,200,000 لاجئ فلسطيني مسجلين لدينا في غزة، 1,000,000 إنسان منهم يحتاجون إلى مساعدات غذائية ونقدية دورية، وهي المدخول الوحيد لهم لكي يعيشوا بحياة كريمة. الآن لا نستطيع الاستمرار في توزيع المواد الغذائية لأننا لا يوجد في مخازننا ما يكفي، الأدوية نضبت، ولكن ليس فقط إيصال الماء والغذاء لمراكز الإيواء لخمسين ألف إنسان، هناك مرضى كبار السن وهناك حوامل وهناك يعني حالات. لو تسمع الحالات التي تصل ونتحدث معها قبل قليل، يعني عندما يأتي وقت المخاض أين ستستطيع أن تلد هذه المرأة؟ وفي الصف الدراسي الواحد الوكالة هناك 40 و50 إنسان في الصف الدراسي الواحد في مدرسة واحدة. نعم. قلق الوكالة من تفشي الكورونا، إن هربوا من القصف من 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 السماء ومن الأرض ستأتي يعني فيروس كورونا في موجة أخرى بعد انتهاء الحرب. نحن نريد ممر آمن، ممر إنساني، نريد هدنة إنسانية لكي نقوم بعملنا، نريد لهذا القصف أن يتوقف. فاتورة إعادة بناء غزة ستكون فاتورة عالية، وهذا هو الهم الآخر للوكالة بعد إيفاء التزاماتنا في تقديم الخدمات الإنسانية المباشرة. سنشرع مرة أخرى كما فعلنا في العام 2014 والسنين الماضية في إعادة بناء غزة مع شركاء. طيب. الإنسان الفلسطيني في غزة سئم القتل
وسئم الدمار، وبصراحة نحن من إعادة بناء غزة يجب على المجتمع الدولي واحدة. نعم، أنا بدي استفسر من حضرتك نقطة. يعني إسرائيل قبل قليل هددت بأن تكون الخطوة المقبلة هي قطع كامل الكهرباء عن قطاع غزة. هذا الموضوع كيف يؤثر على عملكم هناك؟ يعني الإنسان في غزة مكلها شمال ويمين ومن فوق ومن تحت. البنية التحتية متهالكة قبل الحرب والآن دمرت بالكامل. لسنوات طويلة عاش الإنسان في غزة على 2 ساعة و3 ساعات كهرباء. حاولنا إدخال وما زلنا نعمل إدخال 150 ألف لتر من الوقود فقط لتوصيلها بالتنسيق طبعا مع مؤسسات إنسانية أخرى والصليب، لتوصيلها لمستشفيات غزة تحديدا منها الشفاء، مستشفى الشفاء. هل تمكنتم من إدخالها؟ نتمكن حتى اللحظة، حتى أن المفوض العام للأونروا والذي أراد أن يذهب إلى غزة لكي يشرف على عمليات الخدمات الإنسانية في غزة لم يستطع الدخول إلى غزة، فما بالك بقدرتنا على إدخال الشاحنات. الرغبة في المساعدة من الدول الصديقة للفلسطينيين والأونروا موجود. التبرع اليوم من مصر ب 500 مليون دولار لإعادة إعمار بناء، الاتصالات التي لا تتوقف من أفراد رغبة بالمساعدة والتبرع موجودة، ولكن إن لم نستطع الدخول في ممر إنساني مفتوح آمن لكي ننقذ الناس الذين ما زالوا على قيد الحياة، معناته كل شيء راح يكون يعني سدن بصراحة. الوضع صعب صعب. حدث زميلي قبل فترة على الآثار النفسية، هذا موضوع عايشناه منذ الحروب المتتالية على غزة. لدينا 250 ألف طالب يدرسون في مدارس الوكالة في غزة، ماذا سنقول لهم عندما ينظروا شمالا ويمينا في صفوفهم ويروا أن 18 زميل لهم ارتقوا إلى الحرب الأخيرة على غزة بالإضافة للآخرين الذين قضوا قبل سنوات. يعني وضع طيب يجب أن يتوقف فعل يعني. هذه المأساة يجب أن تتوقف. السؤال هنا أيضا، يعني حضرتك تتحدث عن تقريبا 50 ألف إنسان منهم قسم كبير تدمرت منازلهم، وبالتالي نسأل هنا حتى إذا توقفت اليوم الحرب إلى أي مدى هذه المستشفيات المدارس مجهزة لاستقبال هؤلاء الناس على مدى طويل إلى حين تأمين منازل لهم؟ يعني في الحرب الأخيرة بعضهم يعني بقوا في مدارس الوكالة لأشهر طويلة، وأنا أقر لك أننا يعني خجلين من أنفسنا كموظفين بالوكالة لأننا لم نستطع الاستجابة السريعة الآن لإيصال المستلزمات الأساسية في هذه المراكز، لأن الوضع بالفعل خطير. يعني لا أستطيع أن أصف لك طبيعة القصف المتواصل والعشوائي في كافة المناطق. عندما تضررت 4 مدارس الوكالة تابعة للوكالة ومقر الوكالة الرئيسي مكتبي في غزة ومكاتب الزملاء، يعني تضررت أضرارا جسيمة، بالرغم من أن علم الأمم المتحدة يرفرف عليها، وبالرغم من أن إحداثيات هذه المراكز توصل للطرف الإسرائيلي كل يوم. 58 مركز مدرسة الآن والتي حولت لمآول إحداثياتها توفر إلى الجانب الإسرائيلي كل يوم. على الأقل وفرنا هذه الحماية المؤقتة لهؤلاء الأشخاص الذين هربوا من الجحيم. الآن علينا مسؤولية كبيرة في إيصال المستلزمات الأساسية، لملمة الجراح، والبدء في عملية البناء. عملية البناء تأخذ وقت طويل، إدخال المواد البناء عملية قاسية يصعب علي وصفها لك، لأنها تأخذ فترة طويلة إدخالها عبر المعابر، وإعادة البناء يتطلب جهود كبيرة وأموال كبيرة غير متوفرة للوكالة ولشركائنا الآخرين. ستكون مرحلة صعبة، ولكن هذه المرحلة بالرغم من كل شيء، هذا الإنسان الفلسطيني الكريم الأبي بالرغم من كل ما حصل عليه يصبو للحياة، والأنروا شريكته منذ 73 عام ستبقى معه وأمامه وخلفه لكي نعيد بناء غزة مرة أخرى. وأيضا نؤكد على بالنسبة لوضع الأنروا سيد سامي، الضفة الغربية وفي سوريا وفي لبنان وفي الأردن كذلك، هل لدى الأنروا الآن إمكانيات فعلا للمساعدات الإنسانية ومساعدة النازحين بالمدارس، وأيضا الحديث عن إعادة إعمار؟ تحدث حضرتك عن الهبة المصرية، ولكن بشكل عام الإمكانيات موجودة؟ يعني نحن أما هذه الليلة أو غدا صباحا سنطلق نداء استغاثة خاص بعملية الاستجابة السريعة للاحتياجات المباشرة
لدينا اتصالات لا تتوقف مع حتى القطاع الخاص الفلسطيني والأفراد، بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية والشريكة للأنروا تاريخيا. ولكن لا أخفيك، قبل الحرب الأخيرة على غزة الوكالة تعاني من أزمة مالية خانقة في ميزانيتها التشغيلية وفي ميزانية الطوارئ المخصصة للعام 2021 لغزة. ولكن أنا على قناعة أنه بعد أن تهدأ المدافع والقصف، هؤلاء الشركاء والأصدقاء سيتقدموا بقوة لدعم الوكالة والآخرين لكي نعيد لملمة الجراح وبناء غزة من جديد. شكرا جزيلا لك ضيفنا من القدس عبر زوم سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين الأنروا. أبرزت صواريخ حماس مدى ارتباطها بإيران كما حال حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة، وجعلت تلك الصواريخ إيران حاضرة في القطاع بشكل أو بآخر. ووفقا لصحيفة وول ستريت جورنال، فإن صواريخ فصائل غزة إما مصنوعة بالكامل في إيران أو مزودة بمواد ومعدات إيرانية. وفقا للجيش الإسرائيلي، فإن إسرائيل تواجه صواريخ بوتيرة هي الأعلى من أي وقت مضى ولم تشهدها من قبل، وهو ما يعكس مدى تطور العلاقات بين حماس وإيران خلال السنوات الماضية. وفقا لمصادر إسرائيلية، فإن فصائل قطاع غزة أطلقت أكثر من 3000 صاروخ منذ بداية الاثنين الماضي، بداية جولة التصعيد باتجاه إسرائيل. هذا العدد الكبير للصواريخ في أسبوع واحد يفتح باب التساؤل عن ترسانة الصواريخ التي تمتلكها حماس المتمركزة في منطقة يعيش فيها مليونا نسمة في ظروف صعبة بسبب الحصار. وتشير وول ستريت جورنال إلى أن ترسانة حماس الصاروخية أكبر وأكثر تطورا من أي وقت مضى، حيث تمتلك صواريخ صنعت في غزة بقطع إيرانية. وتقدر المخابرات الإسرائيلية أن حماس والجهاد الإسلامي يمتلكان ما لا يقل عن 30,000 صاروخ مخبأة في غزة بحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز. وفقا للصحيفة، فإن إيران لا تريد أن تواجه إسرائيل في حرب مفتوحة، بل تفضل أن تدعم فصائل تقاتل لحسابها وتوصل رسائلها عبرها. وتشير وول ستريت جورنال إلى أن الاتفاق النووي لعام 2015 لم يوقف طهران في برنامج التسلح، حيث استمرت في نشر صواريخها للميليشيات في لبنان واليمن وفلسطين وسوريا والعراق. كما حذرت الصحيفة من أن الحديث عن اتفاق نووي جديد قد يساعد إيران في الاستمرار بمخططاتها. معنا من دبي حول هذه التطورات العسكرية الدكتور مصطفى العاني، مدير برنامج الأمن في مركز الخليج للأبحاث. مساء الخير دكتور مصطفى، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث والليلة بحدث اليوم. يعني إذا ما أردنا أن نبدأ بنوعية الصواريخ المستخدمة ويعني أن نستفسر أكثر حولها، في معلومات صحف أجنبية تقول إنها إما قطعها إيرانية إما هي أصلا مزودة بالكامل من إيران. نتأكد من حضرتك حول المعطيات الموجودة حتى الآن. امتلاك فصائل مقاتلة، هي ثلاثة فصائل تمتلك صواريخ
في قطاع غزة هي كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، سرايا القدس اللي هي الجناح العسكري الجهاد الإسلامي، وألوية الناصر صلاح الدين للمقاومة الشعبية. الصناعة بدأت أو ظهور الصواريخ في غزة بدأ في عام 2001 بصواريخ لا تتجاوز مداها 3 كيلومترات، وحمولتها المتفجرة لا تتجاوز 0.5 كيلوغرام. الآن نتحدث عن صواريخ تتجاوز 300 كيلومتر وتتجاوز حمولتها 100 كيلوغرام. فبدون شك إنه هناك عنصر أساسي دخل في تطوير هذه الصواريخ أو في إيصال هذه الصواريخ. بالنسبة للحماس والجهاد الإسلامي اتجهوا لاتجاهين. الاتجاه الأول هو تهريب السلاح المتكامل، وكان المصدر الأساسي هو إيران وسوريا وحزب الله. وأعطيك فكرة أنه في عام 2009 قامت الطائرات الإسرائيلية بغارة على السودان، وقامت بحسب ادعاءات الإسرائيليين بقصف قافلة كاملة كانت قد أوصلت، قافلة إيرانية أوصلت سلاحها إلى السودان، مناطق معزولة من السودان، وقامت هذه القافلة كان المفترض أن تقوم باختراق الحدود المصرية والعبور إلى سيناء وإيصالها إلى غزة. وفي شهر بعدها قامت البحرية الإسرائيلية بإغراق سفينة إيرانية محملة بصواريخ فجر 3 الإيرانية كانت متجهة إلى جماعات الفصائل المقاتلة في غزة. وحتى عام 2011 نفس الشيء. فعلى ما يبدو أن هناك طريق للتهريب مشابه لطريق تهريب الآن للحوثيين وهو عبر البحر. بس هذا كان قبل 2014 صح دكتور مصطفى ما تتحدث عن حضرتك؟ نعم، لكن بعدها بدأت عملية إعطاء التكنولوجيا ووسائل التصنيع. الآن ممكن من هذه المواجهة هناك صاروخين أساسية اللي تعتبر من أهم الصواريخ اللي تم استخدامها، كلاهما لهما جذور إيرانية. الصاروخ الأول هو بدر 3. بدر 3 الآن ده يستخدم بشكل مكثف في العملية الراهنة. بدر 3 استخدم من قبل الحوثيين في أبريل 2019، وهو بالأساس صاروخ إيراني يسمى بدر F كان عند الحوثيين، واسمه بدر كان عند الإيرانيين. فهذا صاروخ ممكن إرجاع جذوره بدون شك إلى أنه جذور إيرانية. نعم. صاروخ عياش 250 أساساً هو كان هذا يمتلكه حزب الله ولا زال حزب الله يمتلكه، وهو نسخة عن نفس الصاروخ. فهناك دلائل كثيرة تربط الأسلحة اللي موجودة والصواريخ بالذات اللي موجودة في غزة بإيران. وبالمناسبة قيادة حماس لا تنكر علاقتها في إيران، اتصالات الآن في هذه الأزمة هناك اتصالات على أعلى مستويات من قبل القيادة الإيرانية بقيادة حماس، والتأكيد على أنه إيران ستقوم بدعمها. فهذا لا يعد سرا، وخاصة قيادة فيلق القدس نعم على اتصال كامل. نعم. عندما نتحدث عن أيضا صواريخ يتم تجميعها بالداخل ويعني عملية التركيب وكل شيء يتعلق بإنتاج صواريخ داخل القطاع، هل من تفاصيل حول هذا الموضوع تحديدا؟ كيف يتم نقل التكنولوجيا إلى هناك؟ عبر أي طريقة؟ وأيضا من أين؟ يعني هل هنا يأتي دور الأنفاق مثلا؟ بدون شك، لكن أولا أنه دور الخبراء. هناك دورات خبراء على ما يبدو أرسلت دورات أما لحزب الله. حزب الله الآن أصبح مدرسة بالنسبة للحوثيين وبالنسبة إيران، تستعين بخبراء حزب الله في كل مكان، في العراق، في سوريا، في اليمن، في غزة. خبراء حزب الله في هذا الذين دربوا في إيران وعلى أيدي الخبراء الإيرانيين، لسبب بسيط أن هويتهم عربية ويمكن إرسالهم لأي مكان بدون مشكلة، ممكن إخفائهم. هناك دورات ذهبت إلى إيران نفسها للتدريب على صناعة هذه المعدات. قامت حماس بشراء معدات ما يسمى بالمزدوجة الاستخدام،
أي معدات ميكانيكية تستطيع صناعة أجزاء معينة من الصواريخ، وهي تستخدم لصناعات أخرى. قامت حماس بتهريبها عبر الأنفاق واستطاعت إدخالها، وقامت بتطوير هذه الصناعة، الخبرة زائدا المعدات، استطاعت أن تطويرها بهذا الشكل. يجب التذكير أنه في ديسمبر 29 ديسمبر قامت الفصائل الفلسطينية حماس والجهاد الإسلامي بأكبر مناورة صواريخ حية تسمى الركن الشديد، تمت بها خلالها إطلاق صواريخ حية على في بحر غزة. هذه كانت لأول مرة بالتاريخ تقوم هذه الفصائل بمناورة بتجريب صواريخها التي تم إنتاجها داخليا أو التي تم تهريبها بمناورة حية. فالحقيقة قضية أنه امتلاكهم للصواريخ وتطويرهم للصواريخ وتهريبهم للصواريخ هي شيء، هي أمر. هل يمكن لإسرائيل مع كل هذه المعطيات الواضحة ألا تنتبه أنه في قطع صواريخ وفي ناس يتدربون خارج أصلاً القطاع؟ كل ذلك يعني يجري بقطاع هي تحاصره منذ 14 عاماً. إسرائيل قامت بجهدين في هذا. أولاً ضرب خطوط التهريب، ومثل ما ذكرت أنه قامت بما لا يقل عن 3 غارات في السودان. طائراتها وصلت إلى السودان، وطائراتها وصلت إلى البحر الأحمر، البحرية وصلت إلى البحر الأحمر لإيقاف خط التهريب. هل نجحت أو ما نجحت لا نعلم، على ما يبدو أنها لم تنجح تماماً. حاولت إيقاف خط الإنتاج، هناك غارات كانت مستمرة تعتمد على معلومات استخباراتية بضرب أما مواقع التطوير أو مواقع الإنتاج أو مواقع التخزين، لكن على ما يبدو أن النجاح الإسرائيلي كان نجاح محدود. لكن بالمناسبة أن الإدعاء الإسرائيلي بوجود 30,000 أو 40,000 صاروخ هو إدعاء مبالغ به. الآن مثل ما شفنا أنه خف، أنه وجبات إطلاق الصواريخ خفت بشكل كبير لانخفاض المخزون. شكرا جزيلا لك ضيفنا من دبي الدكتور مصطفى العاني، مدير برنامج الأمن في مركز الخليج للأبحاث. إلى فاصل نتابع من بعده بحدث اليوم. السعودية والإمارات تستدعيان السفيرين اللبنانيين، ودول الخليج تصف تصريحات وزير الخارجية اللبناني بالمشينة والعنصرية. لحظات تحدث الفارق في حياة الملايين، بين الإخفاقات والنجاحات. تقدمات مستمرة. ننتقل الآن لمتابعة هذه الصور الأولى. الانتصارات والخسائر. وردنا الآن هذا الخبر العاجل. سرعة الرصد دائما ما تحدث كل الفرق. يا الله. كل هذا يصلك في لحظة. ننتقل إلى الخبر العاجل على شاشة الحدث. الشرطة تواجه مجموعات تعمل على التخريب. مهمة تبدأ ولا تنتهي، رحلة بحث في مكان غاب عنه الأمان، ولد فيه الرعب عن صور كانت ملونة خفتت بالذاكرة أو على الجدران، عن ضحايا للغدر سقطوا. لم يغن عنهم فرار ولا انتظار. خايف على اخواتي الصغار، بس هيدا هو كان خوفي كله على امي وبي. اهلا
أهلا بكم من جديد. نددت الخارجية السعودية بشدة بتصريحات وزير الخارجية اللبناني المسيئة للمملكة ودول الخليج، كما أعلنت استدعاء السفير اللبناني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية استنكارا لهذه الإساءات التي وصفتها بالمشينة. واعتبرت الخارجية السعودية في بيان لها تصريحات وزير الخارجية اللبناني المسيئة تطاولا على المملكة وشعبها. أوضحت الخارجية أن تصريحات وزير خارجية لبنان حملت إساءات للمملكة ودول الخليج، مؤكدة أنها تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية. أبو ظبي بدورها استدعت السفير اللبناني وصفة التصريحات بالمشينة والعنصرية. أما مجلس التعاون الخليجي فأعرب عن رفضه لتصريحات وزير الخارجية اللبناني المشينة وطالبه بتقديم اعتذار رسمي لدول الخليج. وكان إذن وزير الخارجية اللبناني خلال مقابلة تلفزيونية قد ادعى أن دول الخليج تقف خلف إرسال داعش لسوريا والعراق على حد تعبيره، مفتعلا بذلك أزمة دبلوماسية مع هذه الدول. وكان الوزير قد ظهر على قناة الحرة في حوار تلفزيوني وفاجأ الجميع بهجومه قائلا إن دولا خليجية إذن تقف خلف تمويل داعش. دوك الدواعش يلي جابولنا ياهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، جابوا حكي عن دول الخليج، ما بدي سمي دول المحبة، جابوا لنا الدولة الإسلامية زرعوا لنا إياها بسهل نينوى وبالأنبار وبتدمر. مسيرة في السلك السياسي والدبلوماسي تمتد ل 42 عاما، كفيلة بوضع ألف باء الدبلوماسية لأي شخصية وامتهانها لا بل صقله داخلها. إلا أن وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية شرب الوهبي افتعل فضيحة وفق كل الأعراف الدبلوماسية. وهبي الذي حمل حقيبة وزارة الخارجية في 3 أغسطس 2020 خلفا لنصيف حتي، كان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية منذ أكتوبر 2017، وشغل قبلها منصب مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية، وكان كذلك سفير لبنان لدى فنزويلا ل13 عاما وقنصلا عاما للبنان في لوس أنجلوس ومونتريال، كما تسلم مناصب دبلوماسية عدة في سفارات لبنان في مصر وهولندا وألمانيا منذ عام 1995. الدواعش يلي جابولنا ياهم دول أهل المحبة والصداقة. هذه المسيرة الطويلة دفعت الناس للتشكيك بخلفيات التصريحات ورمزيتها وكذلك توقيتها، سيما أن رجلا بخبرته المفترضة قد يتوقع نتيجة هكذا تصريحات وضرباتها الارتدادية داخليا وإقليميا ودوليا. ورغم محسوبيته على فريق الرئيس عون، سارع تكتل لبنان القوي لتجيش منصاته الإعلامية ومحركاته البرلمانية لحفظ ما أمكن من ماء الوجه دوليا، كما اكتفت الرئاسة بالتنصل منه على اعتبار أن كلامه يعبر عن رأيه الشخصي فقط، وهو ما دفع السياسيين للاستغراب والتساؤل كيف أن وزير خارجية دولة ما يمثل رأيه الشخصي.
وفي وقت يغيب اسم شرب الوهبة عن معظم اللبنانيين لضآلة إنجازاته أو حتى غيابها عن المشهد اللبناني، لكن وسائل التواصل ضجت اليوم باسمه، لا محبة فيه وإنما تنصلا منه ومن الجهات التي يمثلها. فكان واسم شرب الوهبة لا يمثلنا أصدق تعبير عن رفضهم لتصريحاته المسيئة لدول الخليج، ووصلت لحد وصفه بوزير حرب لا خارجية. معنا حول هذا الموضوع من بيروت النائب المستقيل ووزير التربية والتعليم الأسبق مروان أحمد. أستاذ مروان مساء الخير، أهلا فيك معنا بحدث اليوم ودائما على شاشة الحدث. أهلا. يعني خلينا نبدأ قبل ما نحكي عن وزير الخارجية، لأنه في تصريح من الرئيس، رئيس الجمهورية، نبدأ بتصريح الرئيس يلي قال أنه كلام وزير الخارجية هو يمثل وزير الخارجية، يعني هو رأي شخصي، بوقت أنه يعني هذا الموضوع استغرب أكثر من أنه لو كان كلامه يمثل وزارة الخارجية. برأيك لماذا قال هذا الكلام رئيس الجمهورية قبل أن ندخل بتصريحات وهبة؟ قال ذلك لأنه لا يريد أن يتنصل كليا من هذا الكلام. هذا الكلام يعكس جوا نهجا لهذا العهد. وإذا عندما قال أنه هذا موقف شخصي، كان المطلوب من رئيس الدولة، رئيس الجمهورية، أن يتنصل، يعتذر باسم لبنان عن مش هفوة تيش الكلام كما وصف، وسفاهة مضمون هذا الكلام كما وصف أيضا كلام شرب الوهبي، لأنه ليس كلام فقط مسيء إلى المملكة العربية السعودية، ولكن كلام مسيء بالدرجة الأولى إلى لبنان، إلى الشعب العربي عموما. وعندما يقال أنه كلام عنصري، فعلا في دول كثيرة يلاحق الشخص قضائيا لهذا الكلام. وأنا أظن أن الرئيس لم يتوقع أن تقوم القيامة ولن تقعد بسهولة على هذه التصاريح، لأنها جاءت تحت عهد وفي عهد ميشيل عون، جاءت مكملة لسلسلة من المواقف التي عبر عنها صهره جبران باسيل كوزير خارجية في المحافل الدولية في جامعة الدول العربية، وكانت في مجملها معادية لدول الخليج العربي، للمملكة العربية السعودية. طيب. وللنهج العربي المعتدل والقومي، أي أي نهج ليس يعني تابعا للسياسات الإيرانية أو الإيرانية البشرية في مرحلة من المراحل وحتى اليوم. طيب أستاذ مروان، رئيس الجمهورية يعرف أن نعم، يعني اليوم حتى لو رئيس الجمهورية حاول أن يغطي وزير الخارجية، يعني في دفع وفي كثير من التصريحات التي تذهب للقول أنه يجب اتخاذ إجراء بحق وزير الخارجية. هلأ نحن هون نلفت إلى أنه هو بحكومة ضمن حكومة مستقيلة، هل يمكن فعلا اتخاذ أي إجراء إذا ما توفرت الإرادة السياسية بلبنان؟ هل يمكن اتخاذ إجراء بحقه؟ يعني الإجراء هو إجباره على الاعتزال، على ترك الساحة، على عدم الحضور بعد اليوم إلى الخارجية، لا لتصريف أعمال ولا لأي شيء آخر، وتأكيدا ليس لإبداء مواقف وتصاريح لا تعبر عن موقف الشعب اللبناني. لا أظن أنها تعبر حتى عن الحكومة المستقيلة، لأن رئيس وزراء الحكومة المستقيلة، نعم، الذي هو منتمن إلى هذا الخط، ولكن في النتيجة تنصل من هذا الكلام. نعم. وأظن كل الأحزاب بما فيها حزب سهر الرئيس أيضا نفض يديه من ذلك. وأنا ألفت الانتباه إلى أن هناك يوم الجمعة جلسة لسبب آخر، جلسة في مجلس النواب نتيجة كتاب وجهه رئيس الجمهورية في موضوع الحكومة الذي ليس هو موضوعنا الليلة، ولكن سيفجر هذا الكتاب وأكثر من هذا الكتاب تصريحات شرب الوهبي
ستفجر هذه الجلسة، وأظن أن الكثيرين من النواب سيطالبون بعزله. أولا لن يستطيع من صاحب قرار عزله سيد مروان، يعني أنا لا أعتقد أنه هو حصل على الثقة، لأنه هو أتى بعد استقالة الوزير نصيف حتى وبعد ب 48 ساعة استقالة الحكومة، يعني هو ما عنده ثقة. صحيح، ما عنده ثقة. فأبسط الأمور أن يعتزل ويعود إلى منزله ولا يطل ولا طل على وزارة الخارجية بعد الآن، لأنه كما قلت قامت القيامة ولن تقعد. اليوم بيانات الاستهجان من كامل الأحزاب اللبنانية ما عدا البعض المرتبط بحزب الله أو إيران. المواقف مجالس الأعمال اللبنانية الخليجية اللبنانية السعودية واضحة جدا وعنيفة جدا. هناك دعاوى بدأت تقدم أمام القضاء اللبناني ضد الشخص وتصريحاته تحت باتهام إثارة النعرات، وأيضا يعني في موضوع العلاقات العربية توتير العلاقات العربية للدولة اللبنانية. أستاذ مروان، عم نحكي عن شخص اليوم لديه خبرة بالسلك الدبلوماسي تفوق 40 عاما، يعني عادة هكذا أخطاء لا تأتي من أشخاص عندهم هذا المسار، لدرجة أنه فسرت من قبل كثيرين أنه هي مقصودة هذه الجملة. يعني مسار الدبلوماسي ليس مثاليا. بس من يبقى 12 سنة في فنزويلا يعني هذه نقطة ليست لصالحه. أنا بدي أوصل لنقطة في مساره الدبلوماسي. البعض يقول أنه الكلام مقصود. أستاذ مروان، هذا الشخص مش استفز، جاء إلى هذه المقابلة وفي رأيي أنه مشبع بجو معين يسمعه بالقصر منذ سنوات، إذ كان مستشارا للرئيس عون منذ العام 2017، وأنا ذهبت إلى المملكة العربية السعودية كوزير للتربية والتعليم العالي ضمن وفد رأسه ميشيل عون تحديدا بال 2017، وشعرت أنا ذاك العداء من ميشيل عون لكل ما هو عربي، وكل ما هو عربي ممثلا بدول الخير والعطاء فعلا التي هو يشكو منها لأنها لم تكن في لحظة من اللحظات من الدول التي كانت احترمته في مساره بعد الطائف. من ضرب اتفاق الطائف وعطل فرص نجاحه هو ميشيل عون، ومن يقضي اليوم على استقرار لبنان وعلى علاقاته الدولية والعربية. طيب بس هو ميشيل عون وصهره وحزبه. نعم، رح أرجع أروح معك لنقطة ما كنت أحاول أن أقوله، هو أنه إذا شخص لديه خبرة دبلوماسية من الصعب أن يقوم بهكذا أخطاء، وبالتالي كان في كثير من الاتهامات أنه هذا الموضوع مقصود من جانب وزير الخارجية. أولا، هل توافق حضرتك أنه كان في هدف معين من وراء هذا الكلام؟ وثانيا، إذا كان هذا الهدف موجود ماذا يعني ذلك؟ هذا شخص مشحون بهذا الجو. يا سيدتي، هذا الجو هو المهيمن على الرئاسة اللبنانية، على السياسة الخارجية اللبنانية، على كل هذا الارتباط المشبوه بحزب الله وبإيران، والذي يجعل من هؤلاء أعداء طبيعيين لكل ما هو عربي، ولبنان العربي هو عدوهم الأول. نحن أعداؤه. عندما يتحدث عن البدو إنما يتوجه إلينا بالإهانة. نحن جميعا قبائل عربية أتت بالفتح الإسلامي وقبل وبعد، آتية من شبه الجزيرة. يعني هذا كلام عنصري غير مقبول. عندما يطلق اتهامات بحجة أن هناك ملاحظة على فخامة رئيس الجمهورية، لم يبقى من هذه الفخامة شيء. البلد سقط سقوطا كاملا في الفقر والتعتير والانعزال والحالة المزرية. يعني اليوم جهنم الذي تنبأ بها
رئيس عون في إحدى خطاباته يكملها اليوم بعزلنا عن العالم العربي ووضع أبنائنا الذين تحتضنهم السعودية ودول الخليج ويمكن آخر ردياتنا في العملة وفي آخر ما تبقى من اقتصادنا هو هذه النافذة على أشقائنا في الخليج وفي السعودية تحديدا. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة معنا بحدث اليوم. ضيفنا من بيروت نائب المستقيل ووزير التربية والتعليم الأسبق مروان حمادي. وقبل أن نختم ساعتنا الأولى نشاهد هذه المشاهد لإصابة مباشرة في مستوطنة عسقلان. نتابع. إلى الناس ذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة. استقالة الحكومة وردود الفعل. أصبحنا محاطون بالقنابل من كل الجوانب. طيب خلي يخرج الزميل المصور من هذه الضحكة على ملتقط المصور. كاميرتين انتصاب مع المصور. وهل اليوم طرح عودة الحريري على رأس حكومة وحدة وطنية يمكن أن ينقذ المشهد اللبناني؟ أقسم بالله العظيم أن أؤدي مهام عملي بكل أمانة وإخلاص. رصدت فرنسا حركة مغادرة للمرتزقة السوريين من ليبيا. وكانت السلطات الأمنية في مدينة الزاوية غرب ليبيا أطلقت سراح 120 عنصرا من الجيش الوطني. هذا المجلس يسعى الآن لأن يؤدي دوره. رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع لجنة 5+5 العسكرية قضية دعم مسار توحيد الجيش الليبي. نحن في تحديات كبيرة الآن. المسارات طبعا المسار السياسي الآن ماشي خطوات جيدة. ما حقيقتها؟ الملفات التي ستبدأ بها الحكومة بناء على طلب من البرلمان. أصبحت ليبيا حكومة موحدة وشرعية وانطلقت معها التطلعات رغم التحديات حتى الوصول للانتخابات نهاية العام الحالي. البداية كانت حدثاً هو الأضخم في العقود الأخيرة. الانطلاقة كانت حدثاً هو الأسرع في تاريخ شبكات الأخبار العربية. كيف أصبحنا الحدث؟ ببساطة كنا هنا. أياً كان الحدث، أينما كان، وقت ما كان، كنا فعلياً هناك على الأرض في موقع. لأننا قادرون على المتابعة والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة. لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة. لأننا نطرح الأسئلة الأدق للحصول على إجابات أكثر دقة. أصبحنا الحدث. سنوات من العمل الإخباري في ساحات المعارك والأحداث مع رحلات
الهروب والخوف، مشاهد أكبر من القدرة على التعبير، صور لا تفارق الذاكرة، ستطوى كعادتها جميع الصفحات، لا يبقى إلا الإنسان. اتهم وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني ميليشيات الحوثي بالانقلاب على الاتفاق مع الأمم المتحدة بخصوص خزان صافر النفطي. الحوثية تستخدمه كسلاح بصرف النظر عن النتائج. معلومات تتحدث عن انفصال بين القيادات الحوثية. كثير الآن أصبحوا لم يعودوا تحت سيطرة عبد الملك الحوثي. الحوثي مستمرة في قصف منازل المواطنين. جماعة الحوثي تتلقى دعم هائل من قبل نظام الملالي في إيران. تعيين تيموثي ليندر كينج مبعوثاً للولايات المتحدة لليمن، ماذا سيغير في الصورة؟ جريفيث في طهران تصريحات أمريكية واضح بأنها تدعو الحوثيين لوقف ما تقوم به من زعزعة للاستقرار في أي إطار نضع ذلك. الخطوة الأمريكية أنا أعتقد أنها خطوة في اتجاه صحيح. الأرقام تشير إلى نحو 4000 انتهاك، ما الذي يمكن أن يفعل من أجل أن لا تتكرر هكذا انتهاكات؟ أرحب بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من حدث اليوم، وعودة للتذكير بأبرز العناوين. غزة طبعا عنوان أول وفي التفاصيل. مواجهات الضفة والداخل تطغى أيضا على مأساة غزة، وتضع إسرائيل أمام مأزق جديد. من غزة أيضا العنوان الثاني والتفاصيل. زخم دولي وراء هدنة لم ترى النور بعد، إسرائيل ستواصل عملياتها لأيام قليلة، ونتنياهو يتوعد برد قاس. العنوان الثالث من السعودية وفي التفاصيل. استنكاراً للتصريحات المشينة بحق السعودية والخليج، الرياض وأبو ظبي تستدعيان سفيري لبنان على خلفية مقابلة وزير الخارجية. العنوان الرابع نتابعه في هذه الساعة من ليبيا وفي التفاصيل. رغم حملة الإخوان، وزيرة خارجية ليبيا تتمسك بخروج المرتزقة من البلاد. تصاعدت النداءات الدولية من أجل إنهاء دوامة العنف بين إسرائيل والفلسطينيين. الاتحاد الأوروبي أعلن نيته إرسال مبعوث جديد إلى الشرق الأوسط، فالأولوية هي لوقف النار وإيصال المساعدات للفلسطينيين، كما الحاجة لحل حقيقي لوقف التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني. واشنطن بدورها أعلنت أن هدفها إنهاء القتال في أسرع وقت، كاشفة عن اتصالات مكثفة لمحاولة التهدئة. ألمانيا والأردن ناديا بوقف سريع لإطلاق النار، فبينما قالت الرئاسة المصرية أن مصر ستخصص 500 مليون دولار لجهود إعادة البناء في غزة. فجأة اجى تلفون قال بدنا نخصف العمارة اللي جنبكم، اخلوا كل هيتكم تطلع. طلعنا كل هيتنا مش عارفين راسنا من رجلينا، لا عارفين وين نروح ولا عارفين وين نطلع ولا وين نروح، ولا طلعنا في الشارع وقعدنا في الشارع. اجى تلفون قال ما ترجعوش الا لما نبلغكم ترجعوا، وتم خصف العمارة. رجعنا انخصفت صحيح العمارة، لكن احنا البيت اللي عندنا خشينا مش عارفينه، مش بيتنا هذا.
قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن الوضع بين فلسطين وإسرائيل بحاجة إلى حل سياسي حقيقي وفتح المسار لإطلاق عملية السلام. الوضع بين فلسطين وإسرائيل بحاجة إلى حل سياسي حقيقي، وهو الحل الوحيد لتحقيق السلام. ومن أجل القيام بذلك يجب أن نستكشف كيفية المشاركة في عملية إعادة بناء الثقة، إضافة إلى تحسين الأوضاع المعيشية وفتح المسار لإطلاق عملية السلام. هذا وأدان وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إطلاق حركة حماس للصواريخ، مؤكدا دعم بروكسل لإسرائيل في الدفاع عن نفسها. الأمر طارئ لوقف إطلاق النار وتجنب المزيد من الضحايا، لكن في الوقت نفسه ندين إطلاق حماس للصواريخ، كما أننا نؤكد دعمنا لإسرائيل في الدفاع عن نفسها. أود أن أشدد هنا أن الوضع الراهن ليس خيارا، لأن العنف سيعود مجددا. إذا لم يتحقق السلام فلن يتحقق الأمن بالكامل. شاهدتم أعمال العنف أكثر من مرة، ودمرت غزة وأعيد بناؤها. هذا ليس خيارا. دعا رئيس روسي فلاديمير بوتين إلى إنهاء العنف بين إسرائيل وغزة، قائلا إن التصعيد الحاد في الشرق الأوسط أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. لقد شهدنا تصعيدا حادا في الشرق الأوسط، وقد أدى اندلاع المواجهة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بالفعل إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بمن فيهم الأطفال. ونعتقد أنه من الضروري أن ينهي الطرفان العنف ويبحثان فعليا عن حل يستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. تعهدت ألمانيا بتقديم 40 مليون يورو لمساعدة المدنيين في قطاع غزة، وأكد وزير الخارجية هايكو ماس أنه يجب على الاتحاد الأوروبي أن يلعب دورا سياسيا وإنسانيا. يجب على الاتحاد الأوروبي أن يلعب هنا دورا سياسيا وإنسانيا، لذلك سأقوم أولا بالضغط من أجل توفير إمدادات إنسانية أفضل إلى غزة. ومن الجيد أن إسرائيل فتحت اليوم المعبر الحدودي الذي كان مغلقا لمدة أسبوع أمام الإمدادات الإنسانية، وسنقدم 40 مليون يورو لدعم المدنيين في غزة. من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. مساء الخير دكتور مصطفى، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث والليلة بحدث اليوم. يعني في جهود ودعوات كثيرة إلى هدنة بهذه المرحلة، زميلنا زياد تحدث قبل قليل عن إمكانية فعلا أن يكون هناك هدنة صباح الخميس مع وصول وفد المصري إلى تل أبيب غدا، ولكن هل المؤشرات فعلا تذهب بهذا الاتجاه؟ وإذا ما كانت هناك هدنة على أي أساس ستكون؟ أولا الذي عطل الوصول إلى وقف إطلاق النار هو نتنياهو وحكومته، والجانب الفلسطيني مستعد، ولكن يجب أن يكون واضحا أنه لن تكون هذه لن يكون وقف إطلاق النار إلا أيضا بالتزام إسرائيلي بأمرين.
أولا الامتناع عن المس بالمصلين الفلسطينيين وبالمسجد الأقصى المبارك، وثانيا أن لا يكون هناك مس بأهلينا في الشيخ جراح المهددين بالتطهير العرقي من قبل إسرائيل. هذان أمران أساسيا. لكن الأمر الآخر الذي أود أن أشير له أنه اليوم الذي رأيناه في رام الله وفي سائر أنحاء الضفة الغربية وفي البيرة وفي أهلنا وفي الداخل أيضا في أراضي 48 يوم مجيد الحقيقة، انتفاضة شعبية حقيقية وحدت كل الفلسطينيين معا في الداخل في الأراضي المحتلة وفي الخارج، وهذا تحول عميق وكبير. لذلك حتى بعد توقف العدوان العسكري على غزة أنا متأكد أن هذه الانتفاضة الشعبية ستستمر، لأنه هدفها إنهاء الاحتلال وإسقاط نظام الأبرتايد والتمييز العنصري. يعني حضرتك تتحدث عن الأمرين الأساسيين، المسجد الأقصى والمصلين وموضوع الشيخ جراح بموضوع الهدنة، ولكن أيضا في طرف المعلومات عن الطرف المصري قالت أنه ستكون هدنة غير مشروطة. هل يمكن للسلطة اليوم الفلسطينية أن تقبل بهدنة غير مشروطة، يعني أن تتخلى عن موضوع الشيخ جراح وموضوع المسجد الأقصى بهذه المرحلة؟ لا، لا يمكن. وبعدين الموضوع لا يتعلق بالسلطة، يتعلق بقوى المقاومة التي تقاتل الآن دفاعا عن شرف الشعب الفلسطيني ودفاعا عن كرامته. لذلك وهذا كله الذي جرى اليوم والوحدة الميدانية الرائعة تستدعي فعلا التوجه نحو تشكيل قيادة وطنية موحدة الآن فلسطينية، حيث تكون هي المركز الذي يؤخذ فيه القرار السياسي والكفاحي. التأخر في هذا الأمر لم يعد مقبولا بأي يعني حال من الأحوال. حضرتك تتحدث عن فصائل المقاومة، يعني تقول حضرتك أن المفاوضات تجري الآن مع الفصائل فقط وليس عبر السلطة؟ لا، هي عبر الوسيط المصري. يعني الوسيط المصري والوسطاء الدوليين الآخرين هم الذين يقوموا بالوساطة، ولكن طبعا مع الفصائل مباشرة. القرار للمقاومة طبعا، لأنه هي المشتبكة الآن مع الاحتلال. طيب، يعني حضرتك تحدث عن المشهد اليوم كمان بالضفة وبالقدس، ويعني أيضا هنا نسأل، في 3 قتلى إلى جانب عشرات الجرحى، وفي حديث عن مظاهر مسلحة ظهرت، كيف يمكن التعليق على هذا؟ هذا انفجار شعبي، وهم ليسوا قتلى، هم شهداء. نحن نتحدث عن 4 شهداء اليوم سقطوا في الضفة الغربية، 3 منهم في محافظة البيرة ورام الله. وطبعا حدث اشتباك قصير وسريع، ولكن الاستعمال الرئيسي كان للأسلحة الثقيلة من قبل جيش الاحتلال، ولذلك وقع 3 شهداء في منطقة البيرة. الطابع الرئيسي لما جرى اليوم هو الطابع الانتفاضة والمقاومة الشعبية. هذا ما رأيناه في مدن الداخل، في حيفا ويافا وعكا والناصرة والجليل والمثلث، ولكن أيضا رأيناه في 300 موقع اشتباك في الضفة الغربية، في كل أنحاء الضفة الغربية. هذا شيء غير مسبوق، وفعلا ما رأيناه هي ملامح انتفاضة شعبية حقيقية. طيب، يعني دكتور مصطفى، ماذا بعد الذي يحصل؟ يعني إذا ما فعلا تم التوصل إلى هدنة، هذا ماذا سيعني بالنسبة لأي مفاوضات وبالنسبة لأي يعني ضمانات تأتي اليوم للشعب الفلسطيني بعد كل ما جرى على مستوى القدس الضفة وما يجري اليوم من يعني قتل ممنهج بغزة؟ أولا، نحن لدينا تجربة سابقة وفيها شيء كثير من الألم. كان لدينا انتفاضة أولى، الانتفاضة الأولى غيرت موازين القوى، ولكن للأسف تم استنزاف هذا التغيير باتفاقية أوسلو ونفق أوسلو كما أسميه، وكان خدعة كبيرة للشعب الفلسطيني. اليوم الانتفاضة الجديدة تغير ميزان القوى. آخر ما يجب أن يحدث أن يقع أحد في فخ المفاوضات العقيمة، وبحيث تستخدم مرة أخرى للتسويف والامتصاص آثار المقاومة الفلسطينية. ما نريده تغيير ميزان القوى قبل الوقوع في فخ المفاوضات، لأنه نحن لا نريد العودة إلى دائرة مفرغة تصبح فيها المفاوضات بديلاً للحل، وتصبح فيها عملية السلام بديلاً للسلام. نحن نريد حقوقنا، وقبل أن تحدث أي مفاوضات يجب أن يكون هناك إقرار إسرائيلي بإنهاء الاحتلال وبإنهاء نظام التمييز والفصل العنصري الإسرائيلي، كما فعل شعب جنوب أفريقيا في فترة من الفترات، أخذ أولاً شرطه قبل أن يتفاوض. نتنياهو حكى اليوم على موضوع أنه الوصول إلى اتفاق طويل الأمد وليس إلى هدنة مؤقتة، فيما فهم من البعض أنه هو يحاول فقط إطالة أمد هذه الحرب ويعني توسيع رقعتها. هل يعني فعلا الآن المرحلة قابلة للحديث عن مفاوضات طويلة وعن حل جذري؟
ليس بوجود هذه الحكومة اليمينية العنصرية في إسرائيل. الطريق أمامنا طريق كفاح ونضال لتغيير جذري في ميزان القوى، وهذا سيتحقق بالانتفاضة على الأرض وبالمقاومة الشعبية الفلسطينية وبالصمود الوطني، ولكن أيضا بحملة عالمية لفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل. هاي هي العوامل التي ستغير ميزان القوى بحيث يفرض على إسرائيل إنهاء احتلالها. نعم. بموضوع الحملة العالمية، يعني هي حتى الساعة لم تحصل في محاولات لدعم إسرائيل، حتى الموقف الأمريكي يفهم أنه هو فوق الطاولة يدعو للتهدئة بوقت أنه تحت الطاولة لا يدعو إلى ذلك. ويعني أيضا كان في نواب اليوم أوروبيين تحدثوا على موضوع يعني الوصول إلى اتفاق وإلغاء اتفاقية أوسلو، يعني في حديث غربي يذهب باتجاهات أخرى. برأيك هل هذا ما يجب أن تذهب إليه الأمور بهذه المرحلة؟ أولا، هناك نفاق من قبل حكومات كثيرة في العالم، وهذه الحكومات التي تتحدث عن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ولا تتحدث عن حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال والتصدي للعدوان عليه، وهذا أمر مرفوض. إنما لا، التحول حدث على مستوى الشعبي، هناك حركة مقاطعة وفرض عقوبات تتصاعد في كل العالم، حتى في داخل مجموعات يهودية في الولايات المتحدة وغيرها، وهذا مبشر بخير كبير. حتى في الحزب الديمقراطي هناك انعطاف كبير وتغيير كبير في الحزب الديمقراطي الأمريكي. أنا برأيي الآن السبيل لدعم الشعب الفلسطيني هو إلغاء كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، إلغاء وقطع العلاقات معها، ومحاسبتها على استمرارها في الاحتلال واستمرارها في الاضطهاد العنصري للشعب الفلسطيني. وخاصة لا تنسوا أن إسرائيل الآن تواجه قضيتين كبيرتين في محكمة الجنايات الدولية، وما قالته منظمات حقوق الإنسان أنها ترتكب جريمتي الاضطهاد وجريمة التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني. شكرا جزيلا لك ضيفنا من رام الله الدكتور مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية. نذهب إلى فاصل، من بعده نتابع بحدث اليوم. السعودية والإمارات تستدعيان السفيرين اللبنانيين، ودول الخليج تصف تصريحات وزير الخارجية اللبناني بالمشينة والعنصرية. والتغطية الحية والفورية على مدار الساعة، لأننا ننفرد بالوجود في بث إخباري متصل ل24 ساعة، أصبحنا الحدث. أهلا بكم من جديد. نذهب الآن إلى صور وردتنا قبل قليل لرشقات صاروخية من غزة إلى مستوطنات الغلاف. رقصة
صواريخ باتجاه مستوصف غزة بعد ما كانت معلومات قد تحدثت عن إمكانية وجود تهدئة لمدة ساعتين. طبعا نبقي عيننا على هذه التطورات ونذهب من جديد إلى تطورات متعلقة بالمملكة العربية السعودية، حيث نددت الخارجية السعودية بشدة بتصريحات وزير الخارجية اللبناني المسيئة للمملكة ودول الخليج، كما أعلنت استدعاء السفير اللبناني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية استنكارا لهذه الإساءات التي وصفتها بالمشينة. واعتبرت الخارجية السعودية في بيان لها تصريحات وزير الخارجية اللبنانية المسيئة تطاولا على المملكة وشعبها. وأوضحت الخارجية أن تصريحات وزير خارجية لبنان حملت إساءات للمملكة ودول الخليج، مؤكدة أنها تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية. أبو ظبي بدورها استدعت السفير اللبناني وصفة التصريحات بالمشينة والعنصرية. مجلس التعاون الخليجي أعرب عن رفضه لتصريحات وزير الخارجية اللبنانية المشينة وطالبه بتقديم اعتذار رسميا لدول الخليج. كان وزير الخارجية اللبناني شرب الوهبي قد ادعى خلال مقابلة تلفزيونية أن دول الخليج تقف خلف إرسال داعش لسوريا والعراق على حد تعبيره، مفتعلا بذلك أزمة دبلوماسية مع هذه الدول. دوك الدواعش يلي جابولنا إياهم دول أهل المحبة والصداقة والأخوة، جابوا حكي عن دول الخليج؟ ما بدي سمي دول المحبة، جابولنا الدولة الإسلامية زرعولنا إياها بسهل نينوى وبالأنبار وبتدمر. مسيرة في السلك السياسي والدبلوماسي تمتد ل 42 عاما كفيلة بوضع ألف باء الدبلوماسية لأي شخصية وامتهانها لا بل صقله داخلها، إلا أن وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية شرب الوهبي افتعل فضيحة وفق كل الأعراف الدبلوماسية. وهبي الذي حمل حقيبة وزارة الخارجية في 3 أغسطس 2020 خلفاً لنصيف حتي، كان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية منذ أكتوبر 2017، وشغل قبلها منصب مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية، وكان كذلك سفير لبنان لدى فنزويلا ل13 عاما وقنصلا عاما للبنان في لوس أنجلوس ومونتريال، كما تسلم مناصب دبلوماسية عدة في سفارات لبنان في مصر وهولندا وألمانيا منذ عام 1995. الدواعش يلي جابولنا إياهم دول أهل المحبة والصداقة. هذه المسيرة الطويلة دفعت الناس للتشكيك بخلفيات التصريحات ورمزيتها وكذلك توقيتها، سيما أن رجلا بخبرته المفترضة قد يتوقع نتيجة هكذا تصريحات وضرباتها الارتدادية داخليا وإقليميا ودوليا. ورغم محسوبيته على فريق الرئيس عون، سارع تكتل لبنان القوي لتجيش منصاته الإعلامية ومحركاته البرلمانية لحفظ ما أمكن من ماء الوجه دولياً، كما اكتفت الرئاسة بالتنصل منه على اعتبار أن كلامه يعبر عن رأيه الشخصي فقط، وهو ما دفع السياسيين للاستغراب والتساؤل كيف أن وزير خارجية دولة ما يمثل رأيه الشخصي.
وفي وقت يغيب اسم شرب الوهبة عن معظم اللبنانيين لضآلة إنجازاته أو حتى غيابها عن المشهد اللبناني، لكن وسائل التواصل ضجت اليوم باسمه، لا محبة فيه وإنما تنصلا منه ومن الجهات التي يمثلها. فكان واسم شرب الوهبة لا يمثلنا أصدق تعبير عن رفضهم لتصريحاته المسيئة لدول الخليج، ووصلت لحد وصفه بوزير حرب لا خارجية. قال منسق تجمع من أجل السيادة نوفل ضو في مقابلة مع الحدث، قال إن تصريحات وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية شرب الوهبة بشأن دول الخليج تؤكد أن الوزير يمثل منظومة الحاكمة التي تأتمر من حزب الله. الإصلاح المطلوب أيضا في الدبلوماسية اللبنانية لنعيد بناء العلاقات اللبنانية الخارجية مع الدول العربية ومع دول العالم الحر إلى ما كانت عليه يوم كان لبنان دولة حرة مستقلة سيدة. ما نشهده اليوم عملية مرفوضة من الشعب اللبناني. صحيح ما قاله رئيس الجمهورية بأنه لا يمثل الدولة، هذا الكلام لا يمثل الدولة ولا يمثل الشعب اللبناني، ولكنه بكل أسف يمثل هذه المنظومة الحاكمة بإمرة حزب الله وبإمرة الحرس الثوري الإيراني. وزير العدل اللبناني الأسبق أشرف ريفي أكد أن الحكومة اللبنانية تدار من قبل الحرس الثوري الإيراني، لهذا انتفض ضدها الشعب اللبناني رافضا هذه التبعية التي حولت لبنان إلى معسكرات لتدريب الإرهابيين المتمثلة بحزب الله ومركزا لتصدير المخدرات إلى كل العالم. السلطة كلها ساقطة مع الحرس الثوري الإيراني. نعم، يعني التركيب الحالي الحاكم للبنان اللي انتفض الشعب اللبناني بوجهه تماما، نعم هي نعم عندها فواتير للحرس الثوري الايراني لحزب الله اكيد، وهي نعم تدار بطريقه معينه من خلال حزب الله اللي هو فصيل من فصائل الحرس الثوري الايراني، هن عملاء لايران، مشان هيك انا برايي انتفض الشعب اللبناني عليهم رافضا يعني توجهاتهم، رافض أنه يكون لبنان يقاد إلى الانهيار وإلى النهب وإلى السرقة وتحويل هذا الوطن اللي كان نعيم إلى جهنم بكل معنى الكلمة. فعلا صرنا معسكر تدريب إرهابيين، صرنا معسكر تصدير للإرهابيين، وآخر شيء صار عندنا معسكر لتصدير المخدرات لكل دول العالم. هذا تأكيد على أنه فعلا الحقيقة هذا الجو، يعني هذا النهج كله يتكلم بنفس اللغة. وما قاله وزير الخارجية اللي هو كمان إذا بدك يعني إجا ليعبي فراغ، ما قاله يمثل هذه المدرسة، المدرسة العونية، سواء كان الرئيس ميشيل عون أو كان جبران باسيل، كلهم بنفس التفكير تماما الحياة. إنما نتيجة إذا بدك الهجبة المضادة أو نتيجة إذا بدك تداعيات هذه الأقوى المرفوضة لبنانيا وتعاكس المصالح اللبنانية، أجبرت رئيس الجمهورية أنه طلع بيان إنشائي. من رجع مقول للأمانة إذا بتكون إنشائيا تقولوا أنه الخليج أشقائنا وأخواتنا ونحن حريصين على علاقة معهم، وبالمقابل حقيقة معسكرات تدريب أعداء الخليج موجودين بلبنان تحت إشراف الدولة وحزب الله، وكذلك الأمر وسائل الإعلام الحوثية موجودة وتحولت الضاحية كمان لمأوى الإرهابيين. معنا من الرياض حول هذا الموضوع الكاتب والإعلامي يحيى الأمير. أستاذ يحيى مساء الخير، أهلا بك معنا على شاشة الحدث والليلة بحدث اليوم. رح أبدأ مع حضرتك من بيان الخارجية السعودية والموقف الذي صدر عن المملكة، ونسأل هنا هل سيكون هناك خطوات إضافية برأيكم؟ طبعا شكرا لك. طبعا يمكن الجانب الإيجابي لدى السعودية وأيضا دول الخليج أنها أصبحت أو أنها مستوعبة بالكامل ما الذي يحدث في الداخل اللبناني، وأنها تدرك أنها تتعامل مع بلد مستلب السيادة، مختلف المؤسسات العاملة في الداخل اللبناني ليست مؤسسات لبنانية وطنية بالمعنى الوطني. فبالتالي
معايير وحسابات الربح والخسارة بالنسبة للساسة أو للمؤسسات اللبنانية والمؤسسات السيادية المختطفة اليوم في لبنان، هي معايير وتعريفات لا علاقة لها لا بلبنان ولا بمستقبله ولا بتنمية لبنان ولا بإنسان لبنان ولا بموقع لبنان ومعادلات حسن الجوار، خاصة مع بلدان يفترض أنها لا زالت ربما تمثل الشريان الأوحد الذي لا زال يمد لبنان ببعض النبض في ظل حالة التراجع والتدهور والانهيار الاقتصادي الكامل. فأتصور أنه هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الخارجية اليوم سواء في البيان أو في استدعاء السفير رغم أهميتها، هي تأتي أيضا ضمن الاستيعاب السياسي السعودي لواقع لبنان المستلب الذي يرزح تحت سيطرة حزب الله الإيراني بكل مؤسساته. طيب سيد يحيى، يعني بإطار موضوع حزب الله تحديدا، البعض فسر تصريحات الوزير هذا أنها لا تمثله فقط بل هي يعني ممنهجة ومدروسة، حضرتك يعني أيضا مع هذه النظرية؟ والله هي تمثل حكومة العهد، يعني من الواضح أنه اليوم يعني لاحظي السؤال الكبير أو التفسير الأوضح، لماذا صار، ليش وصل لبنان لهذا المستوى الذي وصل إليه؟ ليش لبنان اليوم بلد هش ودولة فاشلة ومنهار على كل الأصعدة؟ لأنه أمثال شربل وهبة وغيره من الكوادر هي اللي تدير الدولة وتدير الاقتصاد وتدير التنمية. يعني لاحظي مستوى السطحية في أداء الوزير، لا على مستوى تناولي وصفه لدول الخليج بدول البدو، ويمكن ميزة هؤلاء البدو في الصبر، يعني في مزيد من الصبر والحكمة والتفريق بين المواقف وعدم يعني أنه لا يأخذون قوما بجريرة غيرهم. الجانب الثاني يعني وهذه ذكرها أيضا واحد من النواب اللبنانيين اليوم، قصة داعش والإرهاب في المنطقة هذه قصة لم يعني أصبحت مكشوفة حتى للعوام في الشارع، أصبحت مكشوفة منذ 2013 وصولا إلى اليوم. كيف لوزير خارجية أنه لا زال يؤمن بهذه الرواية وبتلك الصياغة الركيكة التي جاءت في كلامي اليوم؟ من الواضح أنه ما جاء على لسان وزير الخارجية هو ليس إلا انعكاس لواقع الحكومة القائمة اليوم، إلى أي درجة هي مستلبة، إلى أي درجة هي مهيمن عليها تحت سلطة وإمرة حزب الله الإيراني. أيضا يعني هذا يدفعنا إلى السؤال عما إذا كان هناك خطة برأيكم لدى هذه الحكومة لفصل لبنان عن محيطه العربي، يعني كل هذه التصريحات وما سبقها من موضوع الكبتاغون وما سبقه من مواقف أخرى يقال كلها أنه الهدف منها تكرار سيناريو العراق عندما سيطرت إيران عليه، هل تنظرون إلى الأمر بهذه الطريقة؟ شوفي بكل أمانة، الذي يحافظ على بقاء لبنان اليوم في محيطه ليس الساسة اللبنانيين ولا النظام السياسي اللبناني، الذي يحافظ على بقاء لبنان في محيطه اليوم هي السعودية ودول الخليج ودول المنطقة اللي تدرك حجم الاستلاب، تدرك حجم التردي في الداخل اللبناني، تدرك انهيار المؤسسات وتبعيتها وحجم فسادها وحجم الأذى والانهيار اللي يطال الإنسان اللبناني. وبالتالي كل ما يقوم به هذا النظام اليوم يعمق غربة لبنان، يبعد أكثر عن محيطه العربي. ولولا وجود هذه الدول وعلى رأسها السعودية التي يمكن القول أنها هي التي هي التي لا زالت تحافظ هي التي لا زالت تحافظ على بقاء لبنان ضمن محيطه العربي، بينما ما يصدر من لبنان اليوم للمنطقة هو يعني في العادة في المعادلات الطبيعية يفترض أن لا يرتد على لبنان إلا مزيد من التخلي عنه وتركه في حالة وتركه يواجه مصير الانهيار اللي نذره وإشاراته موجودة في مختلف القطاعات وفي مختلف أشكال الحياة في لبنان. ماذا يصدر لبنان اليوم للخليج؟ يصدر الإرهابيين من الضاحية ويصدر المخدرات وحبوب الكبتاجون للأسف.
لم يعد يعني كل شيء يعني سيء في المنطقة، كل أشكال الأذى والأزمات وأشكال الاستهداف للأمن والاستقرار في المنطقة أصبح لبنان محورا من محاورها ومصدرا من مصادرها، لأنه أصبح يدار يعني كموقع للحرس الثوري الإيراني من خلال حزب الله الذي ارتهن كل لبنان بإنسانه وبمقدراته وبتاريخه وبعظمته، يعني ارتهنه ليتحول إلى مجرد جهاز وورقة ضمن المغامرات السياسية الإيرانية وضمن المغامرات الإرهابية الطائفية لحزب الله سواء داخل لبنان أو في المنطقة. فإذا كان هذا هو الناتج الذي تستقبله المنطقة من لبنان، فيمكن القول فعلا أن الذي لا زال يحافظ على بقاء لبنان في محيطه العربي هي دول المنطقة وعلى رأسها السعودية، ولا كل ما يأتي من لبنان لا يدفع إلا لمزيد من القطيعة وترك هذا البلد بساسته وفساده وارتمائه في الحضن الإيراني، تركه يواجه مصيره القاتم بكل أسف. أنا بدي أتشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة معنا بحدث اليوم، ضيفنا من الرياض الكاتب والإعلامي يحيى الأمير. بعد أن أسندت لها حقيبة الخارجية في سابقة تاريخية، تواصل نجلاء المنقوش في مواقفها المطالبة بخروج الميليشيات والمرتزقة من ليبيا. ورغم تهديدات وانتقادات شديدة تعرضت لها من بعض الأوساط والميليشيات الليبية التي طالبت بإقالتها بسبب دعواتها لخروج القوات التركية من البلاد، أعادت المنقوش اليوم المطلب ذاته خلال لقائها مسؤولا أمريكيا على رأس وفد رفيع في أول زيارة منذ تولي السلطة التنفيذية الليبية الجديدة زمام الأمور. وجاء هذا الوفد ليناقش إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في طرابلس. موضوع المرتزقة والقوات الأجنبية لا يزال العقبة الأكبر أمام الليبيين مع اقتراب موعد الانتخابات. بعد أن كانت ليبيا مشاهدين لفترة ليست بالقصيرة ملعبا للمرتزقة ولداعميهم ومن يدور في فلكهم، ورغم رفضهم لانصياع لكل الدعوات المنادية بانسحابهم من هناك، رفعت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مجددا البطاقة الحمراء في وجه القوات الأجنبية والمرتزقة مطالبة إياها بالخروج. المنقوش وفي مؤتمر صحفي مشترك عقدته في العاصمة الليبية طرابلس مع نائب الأول لمساعد وزير الخارجية الأمريكي جوي هود، طالبت بإنهاء اللعبة التي تديرها أطراف هدفها الدفع بتأزيم الوضع وزعزعة أمن واستقرار ليبيا، موضحة في السياق أنها اتفقت مع المسؤول الأمريكي على ضرورة خروج جميع المرتزقة الأجنبية من ليبيا وضرورة الحفاظ على بلادها موحدة وخاضعة للسيادة الوطنية. كما شددت المنقوش خلال مباحثاتها مع هود على ضرورة إطلاق مصالحة وطنية شاملة في ليبيا. تصريحات المنقوش تأتي في خضم التهديدات المستمرة ضدها مما عرضها لحملة انتقادات شديدة من بعض الأوساط والميليشيات الليبية، حيث كانت جماعة مسلحة في الغرب قد اقتحمت مطلع الشهر الحالي فندق كورنثيا بطرابلس احتجاجا على مواقف المنقوش بشأن إخراج المرتزقة وطلبها بتقديم استقالتها. بدوره أكد رئيس الوفد الأمريكي جوي هود أن هدف الولايات المتحدة هو الوصول إلى ليبيا موحدة ومستقرة دون تدخل أجنبي، مؤكدا دعم واشنطن لليبيا من أجل التوصل إلى حل شامل للأزمة في البلاد، ومشددا على ضرورة وجود توضيحات للركائز الدستورية المتعلقة بالعمليات الانتخابية المرتقبة في البلاد. We'll be right back.
وينضم إلينا من بنغازي حول هذا الموضوع الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور جبريل العبيدي. مساء الخير دكتور جبريل، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وبحدث اليوم. يعني موقف وزيرة الخارجية رغم كل الضغوط التي تتعرض لها ما زال بموضوع المرتزقة، واللافت هنا أن هذا الموضوع طرح بقوة مع الوفد الأمريكي الذي يعتبر وفدا رفيع المستوى، وعلى ما يبدو في نوع من الرد الأمريكي حول هذا الموضوع. هل يمكن القول أنه إعادة استخدام ملف المرتزقة الآن يعني بات أكثر جدية مع وجود وفد أمريكي يبحث بفتح السفارة؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. نعم، أعتقد أن ملف المرتزقة والقوات الأجنبية بدأ الآن يتجه نحو الجدية في التعاطي مع هذا الملف. ها نحن الآن نرى مسؤولا، يعني يعتبر المسؤول الثاني في الخارجية الأمريكية، يأتي إلى ليبيا لنقاش مدى فتح السفارة وكذلك موضوع ملف المرتزقة والقوات الأجنبية. ففي اعتقادي أن هناك خطوات كثيرة تجري لمعالجة هذا الأمر بشكل جدي، وإخضاع الدول الرافضة وعلى رأسها تركيا التي تحاول أن تراوغ بأن قواتها داخل ليبيا هي قوات شرعية، في حين هي مرتزقة حتى الآن تحت بند المرتزقة. فبالتالي في اعتقادي هناك ضغوط كثيرة الآن تمارس، حتى تلويح محكمة الجنايات الدولية باستخدام ملف المرتزقة وملاحقة من كان مسؤولا على جلبهم أو من كان له دخل في إدخالهم إلى ليبيا. ففي اعتقادي هذه خطوة أخرى تعجل بإخراجهم، وتعجل أيضا بالضغط على محاولة حل هذا الملف الذي للأسف أصبح ورقة ابتزاز بين أطراف عديدة داخل الأراضي الليبية. يعني المتدخلون في الشأن الليبي لديهم، بعضهم لديهم قوات داخل ليبيا سواء كانت على هيئة مرتزقة أو قوات تدريب أو غيرها أو ما شابه، تعددت المسميات ولكن جميعها قوات غير شرعية. فبالتالي أصبحت تتدخل في الشأن الليبي وتعرقل مسألة الاستقرار داخل ليبيا. طيب، يعني عاد الطرح هذا من جانب وزيرة الخارجية وهو موجود أصلا بالاتفاقات التي حصلت والتفاهمات بالفترة الماضية، بس بنفس الوقت لا ينفذ على الأرض اليوم. يعني هل هذا الموضوع سيبقى مقبولا من جانب الأطراف الدولية، وهل أصلا في يعني مباركة كي يستمر أصلا على الأرض من جانب بعض الأطراف؟ حقيقة التصريحات الأمريكية جميعها سواء كانت من السفير الأمريكي أو من الخارجية الأمريكية وعلى رأس هذا المسؤول الذي جاء إلى ليبيا، في اعتقادي جميعها تصب نحو الضغط على إخراج المرتزقة من ليبيا. نعم. بشكل جدي، وبالتالي هناك ضغوطات تمارس. يعني حتى هناك بعض الرسائل أرسلت إلى تركيا للضغط عليها بإخراج قواتها من ليبيا وإخراج المرتزقة السوريين الذين جلبتهم. أيضا هناك مؤتمر برلين الذي سيعقد قريبا مرة ثانية، هو أيضا سيناقش هذا الملف بجدية. ففي اعتقادي هناك خطوات كبيرة تبذل. وما تصريحات وزيرة الخارجية الليبية السيدة نجلان منقوش التي تعتبر هي أيقونة الحكومة الليبية، وهي يعني للأمانة أجادت المنصب وكانت تستحق هذا المنصب بجدارة، ويعتقد أفضل وزير أداء حتى هذه اللحظة في هذه الحكومة، هي حكومة وحدة وطنية، وبالتالي هي ما اتفق عليه الليبيون المخلصون في إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية. فبالتالي ما تنطق به هذه الوزيرة هو إرادة الشعب الليبي الحقيقية في إخراج هذه القوات الأجنبية وهذه المرتزقة التي ارتهنت إرادة الليبيين وكانت طرفا في الصراع. يعني بالفعل يعني أصلا هذا الموضوع هو الذي يؤخر فتح الطريق الساحلي، هو الذي يعقد أصلا المفاوضات العسكرية، ولديه بطبيعة الحال أثاره على الوضع السياسي. هلأ بالنسبة للوفد الأمريكي، كان في حديث اليوم على ضرورة تأمين موضوع الانتخابات المرتقبة طبعا بنهاية العام. هذا الموضوع على ما يبدو هو يعني أساسي جدا بالنسبة للطرف الأمريكي بالملف الليبي. هل يمكن الذهاب لانتخابات إذا لم يتم حل هذا الموضوع برأيك دكتور؟ عمليا يمكن الذهاب إلى الانتخابات، لكن هل عن أي انتخابات سنتحدث وعن أي نتائج سنتحدث؟ يعني في ظل وجود 20,000 مرتزق في طرابلس ينتمون ويأتمرون بأوامر جماعة الإسلام السياسي، ماذا لو خسر الإسلام السياسي الانتخابات في طرابلس؟ هل هؤلاء سيصمتون؟ بالتالي سيرفضون هذه النتائج. إذن
وجود مرتزقة ووجود قوات أجنبية داخل بلد يحاول أن يريد أن ينشئ انتخابات نزيهة، لا أعتقد أن هذه الانتخابات ستكون نزيهة ولا تكون آمنة ولن تكون أيضا معترف بها في حالة خسارة طرف يمتلك السلاح ويمتلك المرتزقة. ولنا تجربة سابقة في هذا الأمر في 2014 عندما خسر الإسلام السياسي الانتخابات البرلمانية، امتشق السلاح وتمترس خلف السلاح والميليشيات ورفض نتائج تلك الانتخابات. يعني نحن نعيد تكرار اختراع العجلة، يعني عندما نقرر انتخابات في ظل وجود قوات أجنبية ومرتزقة وميليشيات لا زالت تسيطر على طرابلس. يعني بالأمس القريب لا زالت السيدة المنقوش تتعرض للتهديد بالقتل من قبل هذه الميليشيات التي لأنها فقط حدثت عن وطالبت بخروج المرتزقة، فما بالك عن الناخبين الذين والمرشحين الذين سيعرضون برامجهم الانتخابية تطالب بإخراج المرتزقة، ماذا سيكون مصيرهم؟ في اعتقادي ستكون هناك حملة من الاغتيالات، القتل، لن يكون هناك أمان على حتى الناخبين، بالتالي المراهنة على عقد انتخابات في ظل عدم حل ملف المرتزقة وعدم حل ملف الميليشيات هو يعني مراهنة يعني على أمر قد يكون خاسرا قبل أن يبدأ. أيضا يعني في نقطة شدد عليها الوفد الأمريكي، تتحدث على ضرورة وجود توضيحات للركائز الدستورية المتعلقة بالعملية الانتخابية المرتقبة. ما المقصود هنا بالركائز الدستورية؟ ويعني هل موضوع أصلا الاستفتاء والدستور وكل هذه الأمور كان قد تم تأجيله لما بعد الانتخابات؟ هل عادت الولايات المتحدة لتطرح هذا الموضوع برأيك الآن؟ لا، في اعتقادي هناك خلط حصل في الأمر. يعني كما تعلمون أن محاولات جماعة الإسلام السياسي محاولة تمرير مشروع الدستور، مسودة الدستور المعيبة التي للأسف هي مسودة إخوانية بامتياز، يحاولون الضغط نحو الاستفتاء عليها قبل الانتخابات، ولكن هناك مخرج آخر كان هو إعداد قاعدة دستورية للانتخابات تكون عليها هذا المنطلق، وتم إعداد هذه القاعدة الدستورية وسيتم مناقشتها في لجنة 75 التي قررتها الأمم المتحدة. فبالتالي هناك ضغط من طرف على طرف آخر، وخاصة كما قلت جماعة الإسلام السياسي يريدون الاستفتاء على الدستور لأنهم يرون أن هذه النسخة الموجودة الآن هي تخدم مصالحهم بشكل كبير، وتوريط الليبيين في دستور معيب يحمل العديد من النواقص والألغام والجمل الملغومة التي يعني عادة الدستور يكتب بلغة واضحة ومفهومة، هذا الدستور وهذه المسودة كتبت بلغة يعني تقبل التأويل على أكثر من وجه، وكذلك جمل مفخخة، فبالتالي سنكون أمام مشكلة قائمة لسنوات. ففي اعتقادي كتابة قاعدة دستورية هو أضمن وأكثر سهولة من الذهاب إلى الاستفتاء على دستور ملغوم. أشكرك جزيل الشكر، ضيفنا من بنغازي الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور جبريل العبيدي. إذا مشاهدينا نتابع من هذه الأخبار العاجلة، القناة 12 الإسرائيلية تفيد بأن الجيش الإسرائيلي يلمح إلى أنه يريد إنهاء العملية العسكرية في غزة. هذه التلميحات على ما يبدو بحسب القناة أتت من الاجتماع الأمني للحكومة المصغرة التي تناقش طبعا ما يحصل من تطورات بغزة ومن تطورات أيضا بالضفة والقدس. نتابع هذه الصور المباشرة أيضا من قطاع غزة، ويعني فيما يبدو بأنه أيضا هناك حديث عن أنه مصر قدمت اقتراحا للتهدئة، كان زميلنا زياد قد تحدث عنه، وهي تهدئة تبدأ الساعة 6 من صباح يوم الخميس بحسب الطرح المصري، وكان الحديث يدور عن وقف نار غير مشروط وهو متزامن على من جانب الجانبين بهذه الحالة. نحن نتابع هذه الصور مباشرة من قطاع غزة، طبعا يبدو أنه في أصوات لتحليق طائرات ومسيرات في أجواء القطاع بحسب ما نستمع.
رغم ما شهدته أفغانستان من اقتتال وأعمال إرهابية طوال السنوات الماضية، إلا أن هناك تقدما ملحوظا في شتى مناحي الحياة إذا ما قورنت بما كانت عليه قبل 20 عاما. الزميل أحمد بجاتو يرصد لنا في تقرير التالي كيف تطورت حياة الأفغان خلال العقدين الماضيين وما أبرز عوائق هذا التطور. خلال 20 عاما مضت تطورت أفغانستان بصورة ملحوظة وعلى جميع الأصعدة، وإن بقيت حالة الاقتتال والتفجيرات مستمرة لتعيق هذا التقدم. حفيظ الله قل أحد أشهر صانعي السجاد اليدوي في أفغانستان يؤكد لنا أن هذه الصناعة الأشهر هنا مرت بفترة عصيبة خلال العقدين الماضيين، لكنها آخذة في التحسن. قليل ده اقتصاد أفغانستان. صناعة السجاد تحسنت كثيرا خلال. مشاهدينا نذهب الآن مباشرة إلى الرياض وكلمة ولي العهد السعودي. والعادة للقاحات وخاصة في الدول منخفضة الدخل في أفريقيا وبقية دول العالم، مما يساهم في وقف انتشار الوباء وعودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته في أسرع وقت. ومن هذا المنطلق فإن مبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة فيروس كورونا ومرفق كوفاكس لإتاحة اللقاحات يعدان إنجازا مهما، والمملكة العربية السعودية تعد من الدول الداعمة والمتبرعة لهذه المبادرة، إلا أن البرنامج ما زال بحاجة للمزيد من الدعم ليحقق أهدافه بشكل فعال. فخامة الرئيس أصحاب السمو والفخامة والمعالي، لقد أدركت دول مجموعة 20 تحت رئاسة المملكة في عام 2020 ضرورة العمل على دعم الدول منخفضة الدخل في أفريقيا وفي بقية مناطق العالم للتصدي للجائحة، حيث اعتبر بيان دول مجموعة 20 في القمة الاستثنائية التي عقدت في مارس 2020 أن تعزيز النظام الصحي في أفريقيا يعد أساسا لتكامل النظام الصحي العالمي، وتعهد قادة بتعزيز بناء القدرات وتقديم المساعدات الفنية الخاصة للمجتمعات الأكثر تعرضا وانكشافا للمخاطر، إلى جانب استعدادهم لحشد التمويل الإنمائي والإنساني اللازم لتلك الدول. وقد تم تقديم الدعم الطارئ للدول منخفضة الدخل، ومن ذلك إطلاق مبادرة مجموعة 20 لتعليق مدفوعات خدمة الدين، حيث وفرت هذه المبادرة التاريخية سيولة عاجلة ل 73 دولة من دول أشد فقرا، من ضمنها 38 دولة أفريقية، حصلت على أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي. وأطلقت مجموعة 20 للمرة الأولى في تاريخها مبادرة إطار العمل المشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين. فخامة الرئيس أصحاب السمو والفخامة والمعالي، إن المملكة العربية السعودية دورا رياديا في دفع عجلة التنمية في دول القارة الأفريقية، ولدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة عددا من المشاريع والأنشطة في القطاعات الطاقة والتعدين والاتصالات والأغذية وغيرها بإجمالي 15 مليار ريال سعودي، أي ما يقارب 4 مليار دولار أمريكي. ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة استكمال الجهود في بحث عن فرص استثمار القارة الأفريقية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في دول وقطاعات أخرى. كما أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل بشكل فعال في أفريقيا منذ 4 عقود، قدم خلالها قروض ومنحة تجاوز عددها 580 لأكثر من 45 دولة أفريقية بقيمة تتجاوز 50 مليار ريال، أي ما يقارب 13.5 مليار دولار. كما أعلن الصندوق عن مبادرة ب200 مليون يورو، أي ما يقارب 1 مليار ريال سعودي، لتطوير دول الساحل بمشاركة مع وكالة التنمية الفرنسية. ولدى المملكة العربية السعودية مشاريع وقروض ومنح مستقبلية سينفذها صندوق السعودي للتنمية في الدول النامية بأفريقيا تتجاوز قيمتها 3 مليارات ريال سعودي، أي ما يقارب 1 مليار دولار خلال العام الحالي. فخامة الرئيس أصحاب السمو والفخامة والمعالي، تعتبر ظاهرة التغيير المناخي تحدي عالمي، حيث أنها تهدد جودة الحياة للكثير من سكان وسبل عيشهم، لا سيما في الدول منخفضة الدخل. وبناء عليه فقد أولت رئاسة المملكة لمجموعة 20 أهمية كبيرة لحماية كوكب الأرض، حيث عملت على إطلاق عدد المبادرات التي تهدف إلى الحد من أثار التغيير المناخي ومصادر انبعاث الغازات الأكثر تأثيراً في الغلاف الجوي، ومنها الدفع لتبني مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون وضمان الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر استدامة وأيسر تكلفة. ومن هذا المنطق أعلنت المملكة العربية السعودية عن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي تهدف لزرع أكثر من 50 مليار شجرة وتخفيض أكثر من 10% من انبعاثات الكربونية في العالم. وهذه المبادرة تشمل على العديد من الدول الأفريقية. فخامة الرئيس أصحاب السمو أصحاب الفخامة أصحاب المعالي، إن المملكة تدعم الجهود الدولية والإقليمية بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات، والتي كان منها اتفاق جدة التاريخي للسلام بين أثيوبيا وإريتريا. كما تقدم المملكة دعما للجهود الدولية في محاربة الجماعات الإرهابية والتطرف في كل من دول الساحل والصحراء، حيث قدمت المملكة دعما
بمبلغ 100 مليون يورو، أي ما يقارب نصف مليار ريال، لجهود محاربة الإرهاب وتحسين القدرات الأمنية لتلك الدول. ونعمل حاليا مع شركائنا في دول تجمع الساحل سادك وفي مقدمتها جنوب أفريقيا على دعم قدرات لقوات الأمن في موزمبيق لمجابهة الجماعات المتطرفة لترسية دعم الأمن والاستقرار التنمية الاقتصادية. بسبب الجائحة. وختاما من منطلق مسؤوليتنا كدول مانحة نتطلع إلى أن تتوصل هذه القمة إلى حلول مبتكرة تساعد دول القارة على الخروج من دوامة ديون وتضمن لهذه الدول القدرة على استغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية وتجعل ما نقدمه من استثمارات مفيدة لاقتصادها ومجتمعاتها وقادرا على تحقيق التنمية المستدامة التي تحقق أهداف اقتصادية واجتماعية مثل خفض نسبة البطالة وتخفيض نسبة الفقر. مع تمنياتنا أن تلك الجهود تنجح بكل توفيق وشكرا للجميع. كان هذا أيها